توصل علماء في جامعة هارفارد الأمريكية إلى طريقة لإنماء مليون خلية تفرز هرمون الإنسولين والتي يمكن زرعها في أجسام مرضى السكري من النوع الأول. هذه الخطوة تصدرت عناوين وسائل الإعلام حول العالم ووصفها خبراء عالميون بالاختراق الطبي الكبير، وقال رئيس مجموعة البحث أن أبحاث طريقة ستنتقل بعد الفئران إلى القرود المخبرية ثم تنتقل بعد ذلك إلى المرضى البشريين. فهل يعني ذلك أن مصابو النوع الأول من السكري سيتخلوا عن استخدام حقن الأنسولين يوميا بعد هذه الخطوة؟ للإجابة ينضم إلينا من الرياض الدكتور بسام صالح بن عباس، استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. صباح الخير دكتور. إذا دعنا نبدأ من هذه الدراسة الأخيرة وهذا الاختراق العلمي، يعني بس لو تشرح لنا كيف تتم العملية، يعني ماذا يعني زرع خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين؟ نعم، بداية أحب أتوجه بالشكر الجزيل لبرنامج صباح العربية على هذه الاستضافة الصباحية، وأتوقع أن مرضى السكري هذه الأيام يعيشوا فرحة المستجدات، خلينا أسميها المستجدات المتعاقبة، ليس لمرضى السكري النوع الأول، وأيضا هناك جديد أيضا لمرضى السكري النوع الثاني. بخصوص الدراسة التي عملت في جامعة هارفارد، هي طبعا ليست الدراسة الأولى، هناك كثير من الدراسات بخصوص زراعة الخلايا الجذعية. يعني مرضى السكري النوع الأول كما هو معروف عندهم فقدان لهرمون الإنسولين، فالعلاج يكون بالتعويض بالإنسولين. المشكلة تكمن في عملية زراعة خلايا البنكرياس، إنه ما في الكم الكافي من هذه الخلايا ممكن أن تزرع لمريض السكري النوع الأول. ممكن يزرع البنكرياس كعضو كامل، ممكن يزرع خلايا بنكرياسية، ممكن الخلايا الجذعية أن تتحول إلى خلايا بنكرياسية، ويصب البحث في هذا المجال، كيفية تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياسية عندها القدرة على إفراز الإنسولين. المشكلة تكمن أنه طريقة تحوير وتحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياسية لها عدة عقبات. قد تكون الدراسة التي عملت في جامعة هارفارد على مستوى الحيوانات استطاع الفريق العلمي بطريقة ما إيجاد كم هائل من هذه الخلايا المتحورة من خلايا جذعية إلى خلايا بنكرياسية، وبالتالي زراعتها في الفئران، فئران التجارب، وأبدت نجاحها في إفراز كمية كافية من هرمون الإنسولين، فقد تكون بادرة خير وتحول جيد لمرضى السكري النوع الأول. جميل، نحن لما نقول بادرة خير وأنه فعلا يعني حققت النجاح على الفئران، قد إيش نتوقع ياخذ وقت علشان تصير يعني توصل للإنسان؟ لأنه يعني كل دحين الصحف ونحن مستبشرين خير، بنقول أنه بشرة خير فعليا، بس متى بتكون واقع ملموس؟ نعم، طبعا التصريحات وضحت أنه هذه على مستوى حيوانات التجارب راح تأخذ عدة سنوات، لأنه في هناك هيئات ومرجعيات طبية لابد أن تقر استخدامها في الإنسان. فبالإضافة إلى مثلا إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، فما نتوقع نشرها أو تطبيقها في الإنسان في المستقبل القريب، ولكن نقول إن شاء الله عدة سنوات. التجربة بلا شك أنها نجحت، تناقلتها عدد كبير جدا من الصحف المحلية وأيضا من الصحف الخارجية، فنتوقع إن شاء الله لها مستقبل في القريب العاجل، نقول بالنسبة للإنسان تكون إن شاء الله جيدة. طيب دكتور، المعروف طبعا أنه المريض بالسكري من النوع الأول لا يفرز جسمه الأنسولين، أنت ذكرت أنه أخذ، يعني هل في جسم مريض السكري من النوع الأول خلايا جذعية متحولة ممكن تصبح خلايا بنكرياس من البنكرياس تنتج الأنسولين؟ نعم صح، يعني ممكن تسمية الخلايا الجذعية إن صح التعبير هي قطع غيار متواجدة في جسم الإنسان. يعني كل إنسان عنده عدد من الخلايا الجذعية تتواجد في عدة أماكن في جسم الإنسان، وخاصة في نخاع العظم على سبيل المثال. أي بس مريض السكري عنده خلايا ممكن تتحول إلى أو تنتج الأنسولين؟ نعم بلا شك أنه عنده خلايا جذعية ممكن تحويرها إلى أي نوع من أنواع الخلايا، سواء خلايا بنكرياسية أو خلايا عظمية أو أي نوع من الخلايا. الأطباء أو العلماء هم الذين يستطيعون تحويل هذه الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياسية. يعني هذه العملية لا تعمل داخل جسم الإنسان ولكن خارج جسم الإنسان، وبالتالي تزرع للإنسان بعد ذلك.
جميل. طيب خلينا دكتور يعني نترك هذا الاكتشاف اللي حيحتاج سنوات إلين يعني لما نبدأ يعني نشوف فعلا تأثيره، وننتقل الآن في الفترة الأخيرة في إعلان عن كذا حقنة يعني تعتبر اكتشاف كبير وتسهيل كبير لمرضى السكري، إذا تحكي لنا عنهم لو سمحت. نعم، عشان قلت في البداية قلت أنه هذه الأشهر الماضية تعتبر فرحة عارمة لمرضى السكري سواء النوع الأول أو النوع الثاني. حتى هناك في بالنسبة للسكري النوع الأول ومرضاه هناك مستجدات في الساحة بشكل كبير جدا. يعني كما هو معروف أن السكري النوع الثاني هو عبارة عن عدم حساسية الإنسولين، يعني الإنسولين مفرز من البنكرياس ولكن المشكلة تكمن في مستقبلات الإنسولين. نعم. فكما هو معروف أنه الأدوية التقليدية هي عبارة عن أقراص فموية، يعني أقراص حبوب تعطى لمريض السكري النوع الثاني تزيد من حساسية مستقبلات الإنسولين للإنسولين، وهذه تعطى بشكل يومي أو بشكل 3 أو 4 مرات في اليوم الواحد. تحولت هذه إلى حقن ممكن أن تعطى مرة واحدة يومية، حقن غير إنسولينية للسكري النوع الثاني. ولكن الجديد في الموضوع خلال 3 أشهر الماضية وبالتحديد في شهر مارس وأبريل وشهر سبتمبر الماضي طرحت أو وافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على حقن أسبوعية وليس يومية لعلاج السكري النوع الثاني، قد إنها تغني عن الأقراص أو الإبر اليومية. هل هي موجودة في الوطن العربي دكتور؟ هي إدارة الدواء والغذاء الأمريكية وافقت عليها لكن حتى الآن ما وصلتنا في المملكة العربية السعودية، لأن أيضا نحن عندنا قنواتنا الخاصة كمثلا السعودي الـ FDA لابد أن يوافق على تسويقها في المملكة العربية السعودية، ولكن في الخارج متواجدة وهي في مرحلة ما بعد التسويق. نعم. طيب دكتور يعني أنت هذا بتتكلم عن السعودية والدول العربية الأخرى ولا فقط السعودية؟ ولا والدول العربية الأخرى عادة. نعم. يصرح بالعلاج وأول ما يظهر في الدول الأوروبية ثم أمريكا ثم العالم العربي يعني. جميل. طيب هذه الحقن دكتور هل نقدر نقول إنها حتغني عن أي شيء ثاني في حياته ولا برضو لازم في أشياء أخرى في حياته يحرص عليها المريض؟ طبعا هي لا تعتبر انه علاج بديل للاقراص، هي تعتبر علاج يعني طريقه علاج مرض السكري النوع الثاني. يبدا الانسان بالحميه وبالتمرين الرياضي ثم بعد ذلك يعطى له بعض الحبوب المخفضه لمستوى السكر في الدم، فاذا لم يستجيب المريض ممكن يعطى له الحقنه اليوميه او الحقنه الاسبوعيه. بلا شك هي ليست بديل للعلاج التقليدي وهو الحميه الغذائيه والتمرين الرياضي ونقص الوزن، بس هي بديل للاقراص يعني تغني عن الاقراص. ممكن نقول هي مصاحبة للأقراص في البداية، ولكن في بعض الحالات إذا استجاب الإنسان للعلاج الأسبوعي ممكن أن يستغنى عن الأقراص الفموية. نعم. طيب دكتور بس حبيت أسأل على العلاج المذكور لمرضى السكري من النوع الأول، هل ممكن نعتبره أو ممكن يصير في المستقبل علاج وقائي لمرضى السكري من الفئة 2 أنه ما يتطور عندهم الحالة تصير من الفئة الأولى؟ بالنسبة لعلاج الخلايا الجذعية؟ نعم. عادة الخلايا الجذعية هي تعطى للسكري النوع الأول، ولكن مضاعفات مرض السكري النوع الثاني ترى ممكن أن تعالج أيضا بالخلايا الجذعية كمضاعفات مثلا على الأعصاب على سبيل المثال. نعم. طيب دكتور هل مثلا في أي توقعات عن أنه سعر هذه الحقن هل حتكون باهظة الثمن، لأنه دائما لما بيكون في شيء حديث بيكون جدا مكلف على المرضى؟ نعم بلا شك أنه في بداية راح يكون مكلفة نوعا ما، ولكن ليس هناك علاج واحد حقيقة طرح في الأسواق ولكن عدة علاجات، فهذا التنافس قد يكون جيد بالنسبة للمستهلك، هذا بلا شك راح يخفض الأسعار بإذن الله إن شاء الله في المستقبل. طيب نحن بنشكرك جزيل الشكر يعني على طبعا استعراض أحدث الدراسات المتعلقة بالسكري. كان معنا من الرياض الدكتور بسام صالح بن عباس استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. شكرا لك دكتور.